إنه قدر اللبنانيين عندك كل مفترق طرق وعندك كل وجهة نظر ينشأ خلاف حاد، منهم من يؤيد ومنهم من يعارض، فلماذا التأييد ولماذا المعارضة؟ أراء اختلفت، وجهات سياسية متنوعة عند موضوع واحد، ويبقى السؤال: هل أنت مع استقالة الوزير جورج إرداحي أم لا؟ يجب أن يستقيل الوزير إرداحي فورا، وفي حال لم يستقل يجب دعوته إلى الاستقالة الفورية، لأنه المصلحة العليا للبنان والمصلحة العليا للبنانيين تستدعي الحفاظ على العلاقات اللبنانية الخليجية، ولا يجوز إطلاقا وتحت أي عنوان وتحت أي حجة أو ذريعة ضرب هذه العلاقات التي شكلت رافعة تاريخية للبنان، وكانت وستبقى الرئة التي يتنفس منها لبنان. لبنان قائم على علاقات لبنانية عربية ولبنانية غربية، وعزل لبنان عن محيطه هذا أمر يؤدي ويساهم في مزيد من ضرب وحدته وسيادته ودولته واستقلاله. والمؤسف أننا ومن خلال تغييب الدولة وتغييب السيادة من خلال خطفها من قبل محور الممانعة، نشهد اليوم محاولات إضافية باتجاه مزيد من استهداف السيادة والدولة وعزل لبنان من أجل إبقائه ساحة مستباحة لهذا الفريق السياسي الذي أوصل لبنان إلى الانهيار وإلى الكارثة، ويعمل على تغيير وجه لبنان التاريخي. أنا لست مع استقالة وزير الإعلام جورج إرداحي، وهذه القضية المفتعلة من قبل المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لا معنى لها على الإطلاق سوى أن تذل لبنان وتذل اللبنانيين. في نهاية المطاف هذا أمر يقرره الوزير نفسه مع تصاعد هذه الحملة العنيفة ضد لبنان وضد الوزير نفسه. بكل حال سننتظر الآن ونرى ما هو قرار الوزير إرداحي، لكن أنا شخصيا كإعلامي وكمواطن لبناني لست مع استقالة الوزير جورج إرداحي حتى لو كان مهما كلف هذا الأمر لبنان. بتسأل أولا شو بتفيد وشو ما بتفيد، مش هاي بشكل بالمطلق. جورج إرداحي إعلامي لا شك إنه تاريخ، أنا بتقي تصرفات اللي صارت منذ يعني منذ كشف تصريحه اللي هو رجل فيه أو حكي فيه عن حرب اليمن أو شيء، ما عرف هو كيف بده يعالج هالقصة. وفي يعني هو مثلا لازم يشرح كده، إني أنا حكيته هيك قبل الوزارة. ثانيا انا برايي ما فيك انت تفصلي الشخص عن المركز. هلا هو يعني عمل وزير الاعلام بلبنان، حكومه جديده معروف ان هاي الحكومه لازم تكون حكومه مستقلين وحكومه غير ملتزمه بامور اخرى، يعني الا العمل والشغل وكذا. فهو يعني اثبت انه هو غير مستقل إذا بالنسبة لتصريحاته. نعم. يعني أثبت إنه هو طرف، يعني هو طرف معين يعني. اثنين، استقالته شو بتفيد لبنان أو عدم استقالته؟ نحن اليوم أمام مقاطعة عربية خليجية كاملة. مقاطعة إنتاجنا، مقاطعة الأفراد، مقاطعة الزيارات لبنان، يمكن الطيران يوقف بين لبنان وهذه الدول بسبب هذا التصريح. التمسك فيه نوع من التشنج لا يفيد لبنان، يضر لبنان. نحن بالاخر بدنا نشوف في مصلحه وطننا. هل يستفيد لبنان من بقائه؟ هلا عم يحكوا عن الكرامه وعن الوطنيه وعن الاستقلال، اي كرامه واي وطنيه عندما يتعرض الوطن للخطر. الوطن متعرض للخطر حاليا. وهذا التعرض للخطر ما بيتعالج الا بعقلانيه معينه وبتضحيه. أو أني أنا والله ما بعتذر ما بيستقيل إلى آخره.
هذا شيء غلط خاطئ كامل، المفروض هو في ثمن يندفع، هل يدفع هو يدفع غيره ما بعرف. فأنا بعتقد استحالته كانت لازم موجبة منذ تم كشف الموضوع من الأول، ما كنا وصلنا له. كل تأكيد على الوزير أرداحي أنه يقدم استقالته، وهالشي كان لازم يصير من أول نهار، ولكن اللي صار أنه لم تعالج الأمور كما يجب، لبل أكثر من هيك صار في نوع من مؤتمر صحفي ونوع من تحدي. هالشي هيدا وصل لنوصل لهالمرحلة هيدي الصعبة والمأزق اللي نحن فيه حاليا. أنا بنظري الأكثر من هيك لازم يصير أنه الحكومة اللبنانية عليها أن تستقيل، يجب أن تستقيل الحكومة اللبنانية، لأنه هي عليها تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها. وبالوقت نفسه ما نحكي بقى بكتير ونحاضر بموضوع السيادة، لأنه موضوع السيادة مش وقته لينحكى فيه، لأنه إذا بدنا نحكي بموضوع السيادة ونناقش فيه حدث ولا حرج. فإذا الوضع الحالي يقتضي تحرك سريع وعمل سريع وقرار سريع إنقاذا للوطن ولشعبه، في مصالح الدولة، في مصالح لبنان ومصالح الشعب، علينا نخدم بعين الاعتبار أولا وآخرا. أقل شيء أنه يستقيل الوزير الراحل، أولا موقف مناقض لموقف الدولة اللبنانية، إذا كان عنده أدنى ولاء للدولة مش للدبي. ثانيا عم بيسبب إحراج لمئات آلاف اللبنانيين اللي عايشين بدول الخليج وهني جزء من مجتمع، هيدا إذا ما سكروا عليهم بواب الرزق. ثالثا خنق آخر متنفس لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية اللي عم تختنق أصلا. لازم يستقيل الأرداحي لأنه أهل كسروان ما بعمرهم كانوا سبب لأزمات البلد، بالعكس طول عمرهم أهل كسروان بيحملوا هم كل البلد وبيضحوا كرماله. هيدي مدرسة رئيس فؤاد شهاب ومدرسة البطريرك إصفاير. لا أعتقد أن رأينا باستقالة الوزير قرداحي وعدم استقالته تؤثر، لأن الاستقالة تعود له وحده فقط، لا إمكانية لأي أحد بالضغط على الوزير قرداحي الاستقالة وعدم الاستقالة وبإعطاء الرأي، لأنه هو من يقرر ذلك. هناك إمكانية للإقالة عبر طرح التقى به بمجلس النواب، ولكن لا أعتقد أن الكتلة النيابية سوف تسير بذلك. يبقى موضوع علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية وبدول الخليج، وهي باعتقادي أعمق وأكبر بكثير من مشكلة من هذا النوع. أعرف أن السعودية أزعجها الموضوع وأزعجنا نحن بالوقت نفسه، وحتى أزعج الوزير قرداحي نفسه لأنه أوضح أنه لم يقصد إهانة أو لا سمح الله توجيه تهمة على المملكة العربية السعودية، وأوضح أنه معنا هو أن تقف هذه الحرب العبثية التي تقتل الأبرياء من اليمنيين ومن السعوديين. وبالتالي العلاقات المملكة العربية السعودية أقوى وأمتن من هكذا خطأ صار من قبل أحد الوزراء. نحن كمان ما ننسى في عنا وزراء لحزب الله موجودين داخل الحكومة ودائما يوجهوا تهم إلى دول خليجية، ولم يتم هناك أي تحرك. فالتحرك ضد الوزير قرداحي أعتقد أنه مرحلة لن يتطور أكثر. علاقتنا بالسعودية هي علاقة مزمنة تاريخية مبنية على المحبة بين القيادتين.